السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. مرحبا بكم في فيديو جديد معايا. اليوم غنشارك معكم مشتريات ديالي، وهذا النوع ديال الفيديو اللي اول مره كنديرو في القناه، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم. كيف اي بنت يعني عزيز عليا ندير تسوق، وخصوصا اونلاين. الناس اللي كيعرفوني راهم كيعرفوا هذا الشيء، وبغيت نشارك معكم التجربه ديالي لاول مره غادي نتقدى من هاد لا مارك. كتدخلوا يعني لا مارك كوتون كيف ما كتشوفوا هنايا في الشاشه. انا شاركت معكم كيفاش درت قلبت عليها. كتدخلوا لجوميا، السيت ديال جوميا لابليكاسيون ديالهم، وكتلقاو فيه بزاف ديال لي مارك. هنايا كاين بزاف ديال لي مارك، من بينهم كوتون، من بينهم ترانديو اللي جربتها من قبل، والسلعه ديالهم زوينه بزاف بزاف بزاف. ممكن نشارك معكم ان شاء الله المشتريات اللي كنت شريت من قبل من ترانديول. لا كاليتي زوينه، وفي نفس الوقت الثمن ما غاليش بزاف، واخا هما كيديروا التوصيل من تركيا. كاين الثمن ديال ليفريزون وكيطيحوا زوينين، لان ديجا كيكونوا دايرين 50% ناقص على المغازان، وبالتالي كيوصلوكم بثمن زوين بزاف صراحه. وهاد المره غادي نشارك معكم المشتريات ديالي من كوتون، اللي اول مره كنجربها صراحه عبد الله، وكنتمنى تنال الاعجاب ديالكم كيف ما نالت الاعجاب ديالي. وغادي نوريكم في هاد الفيديو يعني لي زارتيكل اللي شريت والثمن ديالهم وسميتو. يعني كيف ما كتشوفوا في لوسيت راه دايرين تخفيض بزاف، دايرين يعني شي 80-70% ديال لو سولد، وهذا صراحه كيشجع. فنخليكم مع المشتريات اللي خديت من هاد لو سيت ولا من هاد لو بوتيك من جوميا. وهنايا كيف ما كتشوفوا خليتكم انكم تشوفوا لابليكاسيون كيفاش دايره، شنو هما الحوايج اللي متوفرين. طبيعة الحال هذه الماركه ديال كوتون فيها بزاف ديال يعني الحوايج وديال الاختيارات بالنسبه للبنات وبالنسبه للدراري، وحتى بالنسبه للدراري الصغار. انا هنايا اختاريت العيالات والبنات، وبالتالي غادي تلقاو هنايا كاع الحوايج اللي كيخصوا البنات والعيالات. تيشيرتات، خصوصا تيشيرتات ديالهم واعرين بزاف بزاف بزاف. ولي توب انا خديت هذه المره عندهم غير لي توب، عمرني ما جربت السراول والصايات، ومره اخرى ان شاء الله نجربهم. ولكن القوامج والتيشيرتات بصراحه كيبان انهم عندهم لا كاليتي زوينه، وكنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم حتى نتوما. فنخليكم مع اكتشاف ديال البوكس ديالنا اليوم. فغادي نبداو دابا ونبداو على بركه الله. هنايا كنحل، كنتقاتل مع الميكا باش نحلها، وباغ نعرف شنو غادي باش نبدا. فهنايا كاينه واحد لاشوميز زوينه بزاف صراحه، كانت شتها في السيت وحمقاتني، سورتو انها جايه طويله اوفر سايز، واللون ديالها بارد من اللونات اللي كنبغي، وعجبتني بزاف. ساعه وصلت شويه مكمشه، ولكن كان اكيد غادي تطلق مع ملي نحطها في العلاقه، راه غادي تطلق صراحه. كتجي زوينه اوفر سايز وثوبها غزال، وحتى يعني الكميمات ديالها والشكل ديالها زوين بزاف بزاف. عجبتني صراحه. وهنا الارتيكل الثاني هو واحد الكريم ديال سيسا كريم من ميكسا بيبي، زوين ترطيب العميق بالنسبه للبشره الجافه، كنستعملو كيعجبني بزاف صراحه. ومن جوميا ناقص شويه على لي بارافارماسي. او هنايا عندنا واحد لاشوميز اللي كتجي غزاله، لا كولور ديالها حمقاتني، وحتى لي ديتاي اللي فيها عجبوني بزاف. المهم هنا كتبان مكمشه وما مفهوماش، ولكن كيف ما كتشوفوا هنا في الصوره راه كتبان على الوانكا واضح، ان يعني من القدام هكا كتجي فيها داك الخيط وكتكمش، كتجي مكمشه، ومن اللور كتجي عاديه، كتجي مع لي جوب والسريولات هكا واسعين. يعني انا متحمسه اني نلبسها حتى هي دغيا. وهنايا انا هنا كاين واحد لابياس زوينه صراحه بزاف، اللي هي واحد بحال تيشيرت ولكن طويل شي شويه. غادي نفتحو معاكم باش تشوفوا شنو هي التيشيرت هذه، ومع نفس الوقت نحط لكم واحد التصويره باش تبان لكم كيفاش دايره صراحه. لا ماتيغ ديال التوب ديالها خطيره، حمقني صراحه، ما كانش كيبان في التصاور يعني في السيت، ما كانش كيبان هكا، كيبان سامبل ولكن بازيك. ميم اللي وصل صراحه عجبني بزاف بزاف، يعني فيه داك الافتتاحات من الجناب وطويل وزوين بزاف صراحه. عجبني هاد التيشيرت هذا.
وهنايا هنايا كاين واحد تيشيرت اخرى اللي زوينه حتى هي غير زوينه كلشي زوين. انا كيعجبني صراحه التسوق وهذه المره صراحه كان لي زارتيكل تقريبا كاملين واعرين. هاد تيشيرت بارده وفي البيج كيف ما كتشوفوا بازيك كتلبس هكا من التحت بالنسبه للي كيديروا الحجاب وبالنسبه للي ما كيديرش الحجاب تقدر تلبس بوحديتها كتجي اوفر سايز حتى هي وكتجي يعني بارده وتوب ديالها فن صراحه عجبتني بزاف. بالنسبه للاثمنه راه هي مناسبه بزاف يعني تقريبا هاد تيشيرت 64 درهم والاخرى كانت حتى هي بشي 69 64 درهم بالنسبه لهذيك لحقاش فيهم لو سولد. ومعظم لي بياس ما فايتينش 100 درهم صراحه يعني صراحه زوينين بزاف والسولد ما هما في الاصل ثمنهم عالي ولكن كاين هاد المره سولد زوين. وهنايا هنايا لا بياس ممكن نقول كود كار ديالي حمقاتني صراحه هاد الكسوه وكانت عجباني من قبل شتها وكانت غاليه صراحه كان الثمن ديالها طالع شي 500 درهم وكانت عجباني في النوار وفي لي كولور كانت 3 كولور فيها واقيله. المهم حمقاتني وخديتها وانت في الحقيقه كتبان زوينه كما شفتوا في الصور على المانكان نفس الصوره تقريبا لا كاليتي يعني مفينيه مزيان رطبه زوينه بزاف. خديتها هذه 130 درهم وزوينه زوينه عجبتني. اوكي انا باش كنشوف الحوايج صافي كنتحمس. هنايا شنو عندنا؟ اوكي عندنا هنايا واحد تيشيرت هي ماشي تيشيرت هي بحال شكل كومبينيزون ولا شوميز. شوميز كتجي زوينه صراحه بارده حتى هي تكمشات شويه في الترونسبور ولكن كتجي زوينه بزاف وبارده تقدر تلبس مع اون جوب ولا سروال ولا هي جايه نسكم ولكن المهم كيبقى على حسب الشخص كيفاش غادي يلبسها كتجي زوينه. هذه حتى هي كانت بشي 74 درهم صالدي مزيان مصالدي حتى هي كانت من لي بياس اللي مخفضين فيهم بزاف الثمن. المهم هنايا كانوا ضافوا لينا واحد اللعيبات حنا ما ضمنديناش هذا الشيء ولكن جوميا صيفطوا لينا هذا الشيء واحد الكتيب ديال طابخ وسريلاك المهم داك الشيء اللي شفتو شكرا جوميا هادو يعني غراتوي. ايوا وباقي عندنا شي حاجه باقي شي حاجه نوريها لكم وهنايا اخر بياسه عندنا هي هاد البودي ولا كبوط ما عرفتش نقولو شوميز حتى هي شوميز جايه كلاس جايه زوينه ونوريها لكم في التصاور كتبان صراحه شي حاجه راقيه ومبرا زوينه صراحه هذه مع لي جوب سورتو بالنسبه للمحجبات مع لي جوب وحتى بالنسبه اللي ماشي محجبه تقدر تلبسها مع جوب ولا مع جينز كتجي كلاس واحد لا بياس زوينه بزاف صراحه. هي ماشي وقتها دابا ولكن تصلح للخريف تصلح للربيع بدايه الربيع زوينه بزاف عجبتني حقاش بياس نادره ومن طون الثمن ديالها ناقص يعني كانت دايره شي 84 درهم مغربيه. المهم هنا كاتبين بالليره من كتجي زوينه بزاف عجبتني. وبالنسبه لي طايره كتلقاو فيهم لي طاي كاملين على حسب لا بياس كاين شي وحدين كيكون فيهم الصون بزاف كيكون بقاو فيهم غير شي شويه ديال لي طاي ولكن كاين اللي كيكون فيهم لي طاي كاملين. المهم هنايا كنوريكم كلشي داكشي اللي شرينا اليوم من السيت ديال كوتو ولا ديال جوميا عن طريق اولا كوتو عن طريق جوميا. لا ليفريزون خلاص كتكون ستاندار يعني 40 درهم تقريبا ولا 45 درهم لا ليفريزون ديال هاد لي زارتيكل كاملين لحقاش من المغرب و يعني لا كاليتي زوينه كتبقى على حسب لا مارك اللي نتوما شريتو منها. كوتون اول مره غنجربها صراحه عجبتني ما زعمت انني ناخذ من عندهم. وهكا كنكون وصلنا لنهايه ديال الفيديو شكرا لكم على المشاهده نشوفكم ان شاء الله فيديو جديد مع موضوع جديد وعواشركم مبروكه باش ما تمنيتو ان شاء الله يدخل عليكم العيد وايام العيد بالصحه والسلامه وباش ما تمنيتو. شكرا بزاف والى اللقاء على السلامه.